من أجل مواجهته، ونحن مستمرون في ذلك لأنه لا خيار أمامنا إلا أن نواجه هذا المرض اللعين. ولذلك كل الإجراءات اتخذت وكلها معروفة لدى وسائل الإعلام، وآخرها أنه في أيام العيد الثلاثة سيكون هناك منع تجول لمنع الاحتكاك بين الناس. ونحن هنا نقول لكل من عمل في محاربة هذا الوباء من الشعب ككل، كل الشعب الفلسطيني، ولكن الصحة وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين والتنظيمات وغيرها كلها عملت في سبيل وقف أو كبح جماح هذا المرض اللعين. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهي رأي القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بصفقة القرن وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الأمريكي من ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل. هذا هو موقفنا الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والذي نص على ما يلي: سيكون رئيس الوزراء قادرا على جلب الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية اعتبارا من 1/7/2020 وعرضه على مجلس الحكومة والكنيسة. بناء على هذه أولا. ثانيا، وخطاب رئيس الحكومة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الكنيسة أول أمس، والذي لم يتضمن أي التزام بالاتفاقات الموقعة بل الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقد كرر رئيس حكومة الاحتلال هذا الإعلان خلال أول اجتماع لحكومته، معتبرا أن الضم أولوية لهذه الحكومة، الأمر الذي يعني ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال، استنادا إلى ما يسمى بصفقة القرن. تكون إسرائيل قد ألغت استنادا إلى ما يسمى صفقة القرن التي نرفضها نحن جملة وتفصيلا، ما يعني أن سلطة الاحتلال تكون قد ألغت اتفاق أوسلو في لحالة وإحنا ملغينه، والاتفاقات الموقعة معها كافة بعد أن تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات ولجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبعد اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها ثم إعلانها لما يسمى صفقة القرن التي أسست لإعلان الضم الإسرائيلي والتي تشكل خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فضلا عن دعمها للاستيطان والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وفي ظل إيماننا المطلق وتمسكنا الثابت بحق شعبنا في مواصلة كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة المتواصلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وحرصا منا على تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وين راح عباس، وفق ما سبق ذكره من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار مجلس الأمن 1515 الخاص باعتماد مبادرة السلام العربية، والقرار 2334 الخاص بالقدس وبالاستيطان، وقرار الأمم المتحدة 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19/2012 الخاص بعضوية دولة فلسطين فيها، والتزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن القيادة تقرر اليوم ما يلي: أولاً، إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الاتفاقات الأمنية. 2، أعلق ولا أشكر؟ على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي، ليش؟ كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 التي تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وتجرم العقوبات الجماعية، وتحظر سرقة الموارد ومصادرة الأرض أو ضمها، وتحظر الترحيل القسري لمواطني الأرض المحتلة، كما وتحظر نقل سكان دولة الاحتلال المستعمرين إلى الأرض التي تحتلها، وجميعها تشكل انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. 3، نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ونعتبرها شريكا أساسا ورئيسا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا. ومع ذلك، حتى نكون واقعيين، ومع ذلك فإننا نرحب بكل مواقف الأطراف الأمريكية الأخرى الرافضة لسياسات هذه الإدارة المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة. سمعنا أكثر من موقف بين الرجالات الأمريكية من الكونغرس إلى غيره يرفضون هذه السياسة. نحن نميز، نحن مش ضد أمريكا كشعب، نحن ضد أمريكا الاستعمارية، أمريكا الإدارة، أمريكا الاستيطانية، أمريكا المعادية للشعب الفلسطيني ولشعوب الأرض. بس من كان أمريكيا أو يحمل الجنسية الأمريكية إحنا مش ضده، إحنا ضد الذي يقف ضدنا. 4، نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية
التي لن ننضم إليها حتى الآن. هناك عدد من المنظمات أوقفنا الانضمام إليها كاتفاق، والآن نحن في حل من الاتفاق، وقعنا بعضها أمس خلاص. خامسا، نجدد التزامنا بالشرعية الدولية وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة والتي نحن جزء منها، كما نجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي. نحن ضد الإرهاب العالمي، نحن ضد الإرهاب العالمي أياً كان شكله أو مصدره. سادساً، نؤكد مجدداً التزامنا، مش رفضنا وما خلاص، لا، التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهما، بيننا وبين إسرائيل، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، الرباعية الدولية أو الرباعية زائد. أمريكا وحدها لا، لن نقبل بأمريكا. وعبر مؤتمر دولي، اتفقنا في أنابوليس على مؤتمر دولي في موسكو من 10 سنين، وللآن بصير المؤتمر الدولي وفق الشرعية الدولية. سابعا، ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية، وهي كثيرة، كثير من دول العالم وبالذات الدول الأوروبية رفضت هذه السياسة، ولكن رفضت صفقة القرن والسياسات الأمريكية والإسرائيلية وإجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار. وما أسهل الرفض والاستنكار، وبتنام عليه وبتبرر ذمتك. في كثير ناس من عنا بلك استنكر وكفاية. لا، أن لا تكتفي بالرفض والاستنكار، وأن تتخذ المواقف الرادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها. لأنه لا يكفي تقول لي أنا رافض وإسرائيل عم بتضم، هذا شرعي بالشرعي، ما بكفي تقول بالشرعي، هذا بالشرعي وأنت مجرم وأفرض عليك عقوبة، هيك بصير. وهذا ما نطالب به كل دول العالم التي نشكرها على موقفها الرافض ولكن لا نكتفي بالرفض. ونطلب ونطالب من لم يعترف بدولة فلسطين منها، من هذه الدول حتى الآن، الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة. في ناس بيقولوا نحن بنقدرش نعترف لأنه هذا قرار منفرد. أنت معترف بدولة إسرائيل؟ نعم. إسرائيل معتدية علينا؟ نعم. طب اعترف بينا. اعترف بينا، ليش بدكش تعترف بينا؟ مين اللي ضاغط عليك ما تعترفش بينا؟ مين هو؟ مين هو؟ احكي مين هو؟ إذا شاطر قول مين هو؟ ثامناً، أتوجه بالتحية لأبناء شعبنا كافة في الوطن والشتات على صبرهم وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. مش بس شرعي،
ووحيد. ليش وحيد؟ لأنه وحيد، ما قبلش شريك. إحنا فقط بنمثل الشعب الفلسطيني، فيش حد غيرنا. اللي غيرنا بيساعدنا، اللي غيرنا مين ما كان بيساعدنا، أما تمثيل شرعي وحيد الذي ينطق باسم فلسطين هو منظمة التحرير الفلسطينية. ونعاهد شهداءنا الأكرمين وأسرانا البواسل. الآن طلبوا من البنوك أن لا تدفع للأسرى، راح ندفع للأسرى غصبا عن أبوهم. وجرحانا الأبطال أن نظل الأوفياء للعهد والقسم حتى النصر والحرية والاستقلال والعودة، لنرفع معا علم فلسطين فوق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم جميعا.